أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي في برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحب بك يا شيخنا في هذا اللقاء وفي هذا اليوم. الله يبارك فيك. نحن في هذا الشهر الفضيل مشاهدينا الكرام دائما نتحدث عن بعض العبادات المصاحبة لهذا الشهر الفضيل، واليوم نتحدث عن الاعتكاف كسنة مؤكدة في هذا الشهر الفضيل. نحاول في البداية تعريف الاعتكاف. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاعتكاف سنة في على مدار السنة، لكن في رمضان يكون سنة مؤكدة، وفي آخر رمضان كمان يكون سنة مؤكدة أكثر. والرسول عليه الصلاة والسلام دائما كل سنة بيعتكف في العشرة الأواخر من رمضان. وبعدين الاعتكاف عنده ثلاثة أركان: الركن الأول الشخص المعتكف، الركن الثاني المسجد، الركن الثالث زمن الاعتكاف. والشخص المعتكف يكون مسلم رجل أو امرأة، والمرأة يجوز لها تعتكف لكن بشرط موافقة ولي أمرها، كان زوجها كان ولي أمرها أبوها، ولا ودل الشخص المعتكف. ونمر اثنين الركن الثاني المسجد، لابد الاعتكاف يكون في المسجد العام، ما بيصح في المسجد الخاص، زول عنده حوش كبير عامل له مسجد داخل حوشه يصلي هو ولاده، لا ما بيصح فيه الاعتكاف، لابد المسجد العام يصلي فيه كل الناس. نمر ثلاثة زمن الاعتكاف، وزمن الاعتكاف هلا قال له يعني الشافعية قال له أقل الاعتكاف إنه زول يدخل المسجد بنية الاعتكاف، مقدار يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرق، يكون أتى بسنة الاعتكاف. أما الثانيين قالوا 24 ساعة، 3 يوم، 10 يوم، داير تختار يوم 24 ساعة أو 3 يوم أو 10 يوم. واحد قال يا أخي أنا داير اعتكف 3 يوم أعمل شنو؟ نقول له الاعتكاف يبتدي تدخل المسجد قبل صلاة الصبح، تقوم من النهاردة بالليل تجيب لك كرتونة كده، تأخذ فوق علبة مربى، شوية حلاوة طحنية، شوية جبنة، زيتون، وبعدك تقوم رغيفتك تأخذها فيها وتشيل لك مخدة صغير من البيت وتمشي بنية الاعتكاف للمسجد، تدخل قبل صلاة الصبح هناك في الركن الآخر المسجد في الزاوية تحت المسجد في الركن، تأخذ كرتونتك ومخدتك وتجي قدام في المسجد تتنفل وتصلي على زال الصبح حزن، تصلي الرغيبة، تصلي الصبح مع الناس. الناس صلى الصبح مرق وانت ما تمرق من المسجد، تمشي جنب الكرتونة بتحت يديك تقعد تقرأ، تقرأ القرآن وتسبح وتقرأ، نعست جنب كرتونتك جنب خدتك جنبك تأخذ لك نميمة. أنا صحيت من النوم تم تتوضى وتجي تاني تمسك المصحف، حتى لو الوضو برا من المسجد، لا بل بل ما في حوش المسجد، تتوضى وتيجي تقرأ، ما تطلع من المسجد خالص، التليفون ده تخليه في البيت، ما يكون معك تليفون خالص، ما تمر ما تتكلم مع أي زول، شغلك كله تسبيح، اللي حي الكلام ضروري معليش، لكن ما في ضروري تصلي. في الحالة دي ما تمرق إلا لما تم تقطع الجمار، إذا كان المسجد في حمامات تقطع الجمار في داخل المسجد، لما في قلت علم في البيت، على شرط انه تمشي البيت من باب الحوش للحمام، من الحمام لباب الحوش. لو دخلت العوضة قلت اللي ادخل كده شوف سلم على اهل البيت اعتكافك بطل، طوالي من الحمام من باب الحوش دخلت الحمام، الحمام السلام عليكم تمرك تجي تواصل اعتكافك. قارب شراب نويدك اللي كان في رمضان تمشي البغالة تجيب ليك فطور، او اهلك في البيت يجيب لك فطور في البيت في المسجد، تفطر مع الناس وتيلا تاني يقوم تسبح. ثلاثة يوم انت 24 ساعة شغال، تسبيح قراءة قرآن تذكر الله، ما تعمل اي حاجة تاني غير كذا. نعم، حنرجع للموضوع ده وشرحه جميل يعني ما شاء الله، وفيه يعني تفاصيل كثيرة. معنا ايمان، اول مكالمة معنا في هذه الحلقة، مرحبا يا ايمان. طيب انا عندي كفالة بالديني من ديوان الزكاة، كل شهرين كل ثلاثة شهور. وأنا عمري 24 سنة. أبوي متوفي. أنا دار أشوف القروش القاعدة الدينية دي، هل من حقي يعني إنه أنا يتيمة؟ هل من حقي أنا القروش أشيلها واستعملها يعني؟ من حقي يعني ولا؟ والله أصلاً أنا طلعت من الكفالة يعني، بحكم يعني عمري وبحكم إنه ما بستحقها وكذا يعني. أنت الآن تزوجتي ولا لسه؟ لا ما تزوجت. وما زالت الكفالة بتجيك لها كم سنة هسي؟
يعني سنة وحاجة كده بدي من الكفالة دي كل شهرين كل 3 شهور. وانت عمرك الان عمرك 24 سنة؟ ايوه في الجامعة. بيجيك كفالة كطالبة يعني جامعية؟ ايوه. يعني ما بيجيك يتيمة؟ يلا انت شوف القروش دي يعني هل من حقي انا اشيل هل انا في الجامعة ما عندك كفالة؟ انت ولا يتيمة ولا هنا؟ هي قالت في الجامعة بيجيها كفالة. انت الكفالة بيجيك من ديوان الزكاة باعتبار شنو؟ دعمي للجامعة؟ كفالة الأيتام. واضح. طيب. واضح. ثاني عندك سؤال؟ يلا ايوه اللي سؤال ثاني. طيب لو شخص اصلا الشخص ده زنى. نعم. لو الشخص ده زنى يعني وتقدم له لواحدة عايزة تتزوج. يلا حكمه في الدين شنو يعني؟ لو شخص شنو؟ إن الزول ده الشخص ده زنى. زنى؟ زنى بامرأة ايوه زنى بامرأة رجل يعني حمل ايوه المرأة دي حملت وولدت وولده كبير يعني عايش في الحياة طيب المشكلة وين؟ طيب الشخص ده لو تقدم له لواحدة عايز يتزوج يعني زواج شرعي يتزوج المرأة يتزوج نفس المرأة؟ يتزوج نفس المرأة ولا مرأة؟ يتزوج مرأة ثانية ايوه مرأة ثانية يلا صح يعني ان هي تقبل به وتتزوج وكذا ولا كويس شكرا جزيلا اصلا ذاك زان يعني بولد وعنده ولد كذا جدا 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 امامي تسال سؤالين، السؤال الاول قالت هي كان بيجيها كفاله باعتبارها يتيمه من ديوان الزكاه والان هي عمرها 24 سنه. هل تاخذها؟ ما دام متزوجه تصرف الكفاله دي لغايه ما تتزوج. هي ما يتيمه. انا اعتبرتها. اياها باعتبارها يتيمه كفيله ايتام. تصرف الكفاله دي لغايه ما تتزوج. تزوجت تكتب لنا الزكاه. الزكاه انا زوجت وقفوا الكفاله. سؤال ثاني سؤال مزدوج قالت لو في شخص او رجل تقدم لامراه وهو معروف عنه كان يعني مارس الزنا وانجى منه طفل غير شرعي مثلا بعقد ما شاء الله. زوج المرأة الزنا بهذا لا مرة ثانية، هل تقبل بيهم؟ هل شنو؟ تقبل بيهم المرة الثانية لو تقدم لأي مرة ثانية؟ هاي ما دام تاب شرط يكون تاب توبة نصوح. تاب توبة نصوح أو أصلح حاله وثاني ما ارتكب معصية بتاع الزنا يتزوج. هاي باب التوبة مفتوح التوبة قبل الله. نعم طيب نرجع لموضوعنا لانه بديت تشرح فيه شرح جميل خاص بالاعتكاف انه زول وصلنا معك لحد انه زول يمشي يمارس كل العبادات بصوره متواصله خلال الشهر ده الاعتكاف اللي طبعا شروط ثاني نعيده بسرعه عشان ما نكرره نعيده بسرعه الاعتكاف سنه على مدار السنه يكون في رمضان سنه مؤكده وخاصه في العشر الاواخر يكون سنه مؤكده لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعتكف في العشر الاواخر من رمضان العشر والاعتكاف اللي هو عنده 3 اركان الركن الاول الشخص المعتكف الركن الثاني المسجد، الركن الثالث زمن الاعتكاف والشخص يكون رجل او امرأة يريد المرأة المسلمة ان تعتكف في المسجد بشرط موافقة ولي امرها ويشترط الشخص المعتكف مرأة او راجل، نمرة 2 يشترط المسجد والمسجد يكون مسجد عام ما يكون مسجد خاص بيزول، مسجد عام يصلي فيه كل الناس. نمرة 3 زمن الاعتكاف، زمن الاعتكاف الشافعية قالوا لو زول دخل المسجد بنية الاعتكاف قاعد مقدار زمن يقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرق يكون أتى بسنة الاعتكاف. أما المذاهب الثانية قالوا 24 ساعة 3 يوم 10 يوم. واحد قال يا أخي أنا داري احتكف 3 يوم نعمل كيف؟ نقول له تلو تدخل المسجد قبل صلاة الصبح من بالليل تحضر لك كرتونة كده تسوي فيها شوية جبنة زيتون حلاوة طحنية مربى ماشي الحاجات فيها ريحة هناي سردين وفسيخ وكده لا حاجات ما فيها ريحة هناي وشيل لك كرتونة ومخدة وتدخل المسجد قبل صلاة الصبح تخذ كرتون تقضي هناك في آخر المسجد وتدخل المسجد تصلي صليت الصبح مع الناس تعال الناس مرقوا من المسجد انت داخل المسجد تقعد جنب كرتون تقضي تفتح المصحف تقرا فترته من القرايه تمسك التسبيح والتحميد وذكر الله فترته جنب كرتون تقدم وخد تقديه تاخذ لك نميمه صحيت من النوم تم تتوضا وتجي تواصل قرايتك ما تطلع من المسجد ما يكون معك تليفون خالص تقطع صلتك خالص بالناس ما تتكلم مع زول ما تتونس مع زول وكذا لغايه المغرب جاء بزاير تجيب لك حاجه من البغاله تم تجيبها واذا في زول من البيت يجيب لك اكل في البيت من البيت ما في معنى انت ما تمشي البيت ما تطلع من البيت خالص، طيب اذا كان داير يمشي الحمام. ما تطلع من المسجد
امشي الحمام، الحمام اذا كان في المسجد في حمام تمشي المسجد، ما في حمام تمشي البيت، على شرط ان مشيت البيت من باب الحوش للحمام، من الحمام لباب الحوش، ولو دخلت البيت معناته العوضه اعتكافك بطل. اتميت الثلاثه يوم تكون اتيت بثواب، شلت ثواب عظيم وترجع بحسنه، تكون اخذت شحنه نورانيه من كثره قريت القران وذكر الله. الليل والنهار واحد في الاعتكاف؟ الليل والنهار؟ ما نحن قلنا ثلاثة يوم، ثلاثة يوم دي معناته ليلة وليلة ونهار. الصلوات والأذكار المطلوبة، الأذكار والصلوات كله طبعا ما دخل ثلاثة يوم دي، نحن قلنا عام تام كله، ثلاثة يوم دي انقطع للعبادة جد. لا قصدي في صلوات معينة يعني ولا صلاة جماعية؟ صلاة الجماعة بس، صلاة الأوقات بس، صلاة معينة، صلاة النفل ودخل المسجد يتنفل ويصلي السنن الراتب وصلاه الفريضه. في سؤال بيقول كيف كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعتكف ثلاثة يوم، اللي يدخل المسجد يعتكف ينقطع للعباده. زي الكلام شرحنا. العشر الاواخر دي تعتبر برضه ممكن يعتكف 10 ايام ويزيد؟ اي مثلا 10 اواخر من رمضان تبتدي في العشر الاواخر دي للسنن المؤكده. طيب وقلنا طبعا افضل مكان للاعتكاف هو هو المسجد. طيب نشوف الثواب المترتب على هذه السنه. بعد علم عند الله حسب نيتك واجتهادك. قعدت تتونس بالتلفون وكلام ثاني وونس ونوم كثير وضيعت، لا نوم بقدر الراحه بتاعتك بس تشتغل. نعم يعني قدر اجتهادك ونيتك وثوابك ومشقتك وتعبك واخلاصك. طيب معانا الثواب لا يعلمه الا الله. معانا تلفون، من وين معانا؟ الو الو. طارق الدين موسى. اهلا يا طارق. امين يا شيخ طلحه. بدل عن حكم بالعريق في رمضان، بالعريق في رمضان. حقوق؟ حكم بالعريق في رمضان، بالعريق. حكم بالعريق. بالعريق. تعرف سؤال؟ لا بارك الله فيك، جزاك الله شكرا. اظن السؤال ده تردد علينا برضه يا شيخنا كثير جدا. الريق يتزوج في رمضان، الافضل اني اخر الدخله لبعد رمضان، جو العقد اخر الدخله لرمضان. ولكن بيسال عن الريق مش عن الله. بلع الريق. بلع الريق، بلع الريق ما بيطل الصيام. لكن اسمه ده الميت ما يتوضا، ما بعد ما يمر ميت الوضع ما بيلع ريق طوال، يتفن مرتين ثلاثه يضرب البزاق الملخبة ذي ميت الوضع، بعد اخر يبلع ما بيطل الصيام. القح البلغم الكبير ده قح قح قلب الله الكبير ذاك يتفن. غلب ورجع ما بيطل الصيام. ان شاء الله وضح لك يا اخونا طارق السؤال. طيب نحن اكيد عندنا اسئله بتجينا مرات، في ناس بتسال عن ما هي افضل سوره في القران الكريم؟ ايوه افضل سوره في القران سوره الفاتحه. يعني ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه، فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي، قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لي لو اعلمنك سوره هي اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد. فلما اراد ان يخرج اخذ بيده فقلت الم تقل لا اعلمنك سوره هي اعظم سوره في القران، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. من هذا الحديث أخذ العلماء على أن أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة هدية من رب لنبينا ولأمته. ولذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فسلم وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. يا سلام. يبقى سورة البقرة والآيتين الأخير صحف العظيم سورة الفاتحة. نعم. والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة هدية. نعم. من رب لنبينا ولأمه. نعم إن شاء الله الناس يواصلوا في تلاوة هذه السورة والآيات الأخيرة من سورة البقرة. معنا إيناس من بحري. ألو يا إيناس، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا عن سؤالي. أيوة تفضل سؤالي.
سؤالي، انا متزوجه ببلع الشبوب تحت المعنى. متزوجه عايزه اكمل بقى الشهر كله عشان ما افطر. نعم ببلع الحبوب تحت المانع بتبلعي الشهر كله عشان ما افطر. بتبلعي عشان شنو؟ عشان ما تفطري. ببلع الحبوب حقه المانع تحت الحمل عشان ما تفطر يعني في رمضان، عشان ما افطر رمضان. عايزه اواصل الشهر كله يعني. أيوة. انا افطر واواصل. أيوة. اللي عايزه ابلع اواصل الشهر كله. كويس. اذا الشيخ حرام ولا حلال؟ جدا. ثاني في سؤال؟ لا شكرا جزيلا. ايناس قالت هي متزوجه كل ما بتبلع حبوب المانع على الحمل عشان توقف الدوره من ما تجي. ايوه العلماء جوزوا الكلام ده بشرط ان تضمن ان ما تسبب لها ضرر، لان بعد الحبوب دي بتسبب مرض، تعمل اضطراب في الدوره الشهريه، تعمل مرض، تعمل شيء تتكد. تسأل الطبيب اذا اداها الاذن بتبلع الحبوب دي، لان الحبوب دي مواد كيماويه. العلماء جوزوها انها تبلعها في رمضان عن تعطل الدوره الشهريه، تصوم رمضان كله. جوزوا الكلام ده. أيوة. لكن اشترطوا ان ما تسبب لها ضرر. وهي طبيبه نفسها بعد ذلك. طيب لو رجعنا لاسئلتنا المتعلقه بافضل السور وافضل الايات، في ناس بيسالوا عن سوره الاخلاص، طبعا في احاديث كثيره عنها ان هي تعدل ثلث القران. اي صحيح. اي صحيح. ما معنى ذلك؟ اي ورد احاديث كثيره انها تعدل ثلث القران، منها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله؟ فشق ذلك عليهم وقال يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم. هنا العلماء شرح الأحاديث قالوا معنى تعدل ثلث القرآن فسروا بتفسيرين. التفسير الأول قالوا معنى القرآن ثلاثة: قصص وأخبار وحكم وتشريع وتوحيد، دل الثلاثة دير. وقالوا سورة الإخلاص اشتملت على التلت الأشرف والأهم وهو علم التوحيد. فكانت بالنسبة للقرآن تلت، ده تفسير. التفسير الثاني قال المسلم اللي بيقراها بحضور قلب، فاهم لمعنى كلماته، مصدق بمعنى كلماته، مؤمن بكلمات إيمان راسخ، ربنا دي تلت سوى القرآن. نعم. طيب اظن في سؤال برضه غريب من الكلام ده، سبب نزول سوره يا ايها الكافرون. اي سوره يا الكافرون الغالي ذا الكلام، السوره دي مكيه. نزلت في مكه قبل الهجره. أيوه. وكان طبعا كفار قريش من وقت لاخر يتفاوضوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام، يتفاوضوا يضعوا له الحلول عشان يتنازل من الدعوه، يترك الرساله دي خالص. من الحيل اللي جوبها قالوا لا محمد دايرين نضع حد للخلاف الحاصل بين المشاكل الكدر بيننا بينك دي، دايرين نحرده نحسمها. أيوة. وضع لها حد. قال له الموطأ شنو؟ قال لي تيجي تعبد معانا الاصنام لمده سنه. أيوة. بعد ما تتم السنه نجي كلنا نعبد معاك الهك لمده سنه. بالطريقه دي بالدوريه. تبادل. اي تبادل. الرسول ما رد عليهم. نزلت السوره: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر واضح. حسبة الموضوع. سبحان الله. سبحان الله. ولذلك هي سورة جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا أقوله عند منامي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. يا الله. أي. سبحان الله. تجي تنوم أقرأ السورة دي لموت في ليلتك دي، تموت على التوحيد الخالص لله. يا الله. أجر عظيم والله. في فوائد كثيرة جدا الناس حقيقة ما منتبهين لها. أي صحيح. سنعود إلى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى، ابقوا معنا مشاهدينا بعد الفاصل سنعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك مرة أخرى شيخنا. بدينا حديثنا عن الاعتكاف وفصلنا فيه تفاصيل كثيرة جدا عن تعريفه وعن الأدلة المشروعة. أيوة. وعن الأمكنة وعن ثواب ذلك وأفضل ذلك، لكن دعنا نرجع لبعض الأسئلة التي وردت إلينا
في قراءة بعض السور، سورة ياسين يا شيخنا. أيوة. شنو الأحاديث التي جاءت في فضل قراءتها خاصة على الأموات؟ الحقيقة ورد سورتين، في ورد فيها أحاديث كثيرة، لكن العلماء ضعفوها، من أقرأوها على موتاكم. وحديث ثاني قال: وددت أنها في قلبي كل رجل من أمتي. وفي حديث ثاني: كل شيء قلبي وقلب القرآن ياسين. العلم ضعف الأحاديث، لكن في حديث سند قوي اللي هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي يسكر فيها الدخان أصبح مغفورا له. رواه الإمام الحافظ أبو يعلى بإسناد جيد. هذا الحديث الوحيد في سورة ياسين سنده قوي. الزوج يقرأ سورة ياسين يصبر، صار كان دم من أخوات كان، يعني صار مغفور له. أيوة. البقر سورة الدخان صار مغفور له. طيب أما الحديث الثاني اللي هي: أغروا على موتاكم لكل قلب ياسين، ولدت في قلب كل رجل من أمتي، دي حديث ضعيف، لكن العلماء قالوا الحديث الضعيف لما يجي من عدة طرق يقوي بعض بعض إلى قلة درجة الحسن. يبقى والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، لكن ما نحتج بها في الأحكام. والعلماء قالوا من خصائص سورة ياسين: إنما ما قرأت في أمر عسير إلا يسره الله تعالى. يبقى أنت عندك مشكلة، يا رب نحل عليك، تصلي لك ركعتين، ترفع يديك بعد تقرأ سورة ياسين، بعد ما قرأ سورة ياسين تدعو تدعو إن شاء الله ربنا يفرج كربتك ويحليك مشكلتك دي. ما قرأت في أمر عسير إلا يسره الله تعالى. والعلماء حبوا قراءتها عند المحتضر. المحتضر زول في سكرات الموت راقد عليه قفاه كر كر كر، نتكلم معه ما بيرد علينا مع أنه دخل في غيبوبة سكرات الموت. يجي واحد من أهله قريب دي لقعد جنبه يقرأ سورة ياسين، وقال من قرأ سورة ياسين ربنا ببركته يخفف على الزول سكرات الموت ويسهل له أمر خروج الروح. يا سلام. سنعود للموضوع ده مرة أخرى لأنه فيه بعض الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع. معنا أم محمد. السلام. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسنة وانت طيبين. وانت طيب ان شاء الله. يلا يديك العافية. عندي ثلاث أسئلة. أيوة. السؤال الأول: أنا غسل عمري 6 سنة. نعم. وكان واضحة وجابت وقت من قطرت شهر بعد. أختك ماله؟ كنت وضعت صمتي يعني، وحتى ليش الشهر ما صمته بعد. أنا ممكن أصوم ولا أعمل. صوتك مقطع يا أم محمد. نعم. قلت أنا بريد 6 سنة. ألو. أيوة معاك، تكلمي طوالي. قلت لك عمري قريبة 60 سنة، أنا عندي شهر ما صمت. عمرك 60 سنة ها؟ لكن عندي شهر بالذات قبل كمان 20 سنة أنا كنت أتصدر. شهر ما صمتي يعني في حياتك؟ نعم. طيب اها، ده السؤال الاول. السؤال الثاني: عندي اخوك متوفي. عندك زول متوفي؟ بنت اخوي. بنت اخوك. بنت اخوك ها؟ اي متوفي وزوجة اخي وزوجة غيرها، لكن ما قاعد يتصوري وداسي من مرته وداسي من اهله وما قاعد يبيت. نعم. أشبك يوم كل 7 يوم. يبدو انه الشبكه عندك صار يعني نعم نعم، معليش الشبكه شوي عندي انا هنا بتقطع، تلفونك ما واضح، لكن نحاول ناخذ اسئلتك من الكنترول. السؤال الاول قالت هي عندها عمرها تقريبا 60 سنة، وعندها شهر في حياتها ما صامته. شهر ما صامته هاي فات بقال لها 50 سنة ما صامته. فإذا كان هسه تقدر تصوم، عند ما ممنوع من الصيام، لا عندها سكر لا عندها كلى لا عندها أي مانع يمنعها من الصيام، تصوم وتجيب لك الراس تكتب فوق من 1 ل 30 وتقول يا ربنا عندي دين من رمضان السنوات اللي فاتت دي ما صمت بدرجة دي. كل ما صامت يوم تفتح الكراس تعمل تك، كل ما صامت يوم تعمل تك لغاية ما تتك 30 يوم، خلاص أدت الفرض اللي عليها. هل عليها إطعام لما خلاص بعد مدة طويلة كده تستغفر وتصوم تقضي بس؟ نحن ما سألنا إنه هي كان واجب عليها صابته، يعني ما أعرف السبب اللي خلاها ما تصوم، شنو ما سألنا السؤال. المهم هي اعترفت إن عندها شهر عليها صيام ما صامت، سواء كانت بعذر أو بغير.
طيب لو رجعنا لكلام سورة ياسين يا شيخنا، في ناس انا لاحظت انه بيقروها مثلا عندهم ميت في المقابر قبل ما يتم الدفن، بيكونوا قاعدين جنب قريب من الميت وبيتلو. اي صحيح. هل يجوز شنو في حال في الحاله؟ طبعا يعني في الحاله يجوز قراءة القران دعاء. ناس طبعا ناس هناك الشباب بيحفروا في التربه وناس هنا قاعدين يتونسوا بجاي وديل اهل الميت قاعدين جنب العنقريب جنب الجنازه بيقروا في سر ويدعوا له ما في مانع. اي لكن هنا العلماء قالوا يستحب قراءة بعد الدفن. بعد الدفن يستحب قراءة سورة ياسين. أهل قريب الميت يقرأ سورة ياسين كده يستحب، يعني ما فرض ولا إلزام. في المقبرة ولا لما نرجع؟ في المقبرة يقرأها عند سكرات الموت وفي التربة بعد الدفن. نعم. طيب برضو عندنا أخونا أمجد سألنا سؤال، قال كم عدد يعني ركعات صلاة التراويح؟ لأنه شايف أنه في ناس بيصلوا 8 وفي ناس بيصلوا 10 وفي ناس بيزيدوا. صلاة التراويح هي 8 ركعات غير الشفع والوتر، أو 10 ركعات غير الشفع والوتر، أو 20 ركعة غير الشفع والوتر، أو 36 ركعة غير الشفع والوتر، كلها صح. يعني نحن هنا في السودان معظمنا جوامعنا بيصلوا واحدين 8 ركعات واحدين 10، ناس في درمان في واحدين بيصلوا 20. نعم. طيب برضو من الملاحظات اللي قال لي اخونا امجد، قال في ناس بيصلوا بعد ما يصلوا التراويح ما بيصلوا الشفع والوتر بيطلعوا يعني. ايوه ديل الناس اللي بيصلوا التراويح ما بيصلوا الشفع والوتر، عنده النيه يقوم يصلوا بالليل. اي لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. انت عندك دميه تقوم تتنفل بالليل، أخر الوتر. صلي الشفع لكن الوتر ده أخره. طيب أنا لو صليت الشفع والوتر وعندي النية أقوم مع تتنفل لكن ما تعيد الوتر تاني، لا وتراني في ليلته. يعني ما أعيد الوتر ده. بس من المستحبات أنك تأخر، إذا عندك نية تصلي بالليل أخر الوتر. صلي الشفع وأخر الوتر، أختم بصلاة الليل. خفت قلت يمكن يا أقوم يا ما أقوم، صلي الوتر. بعد ذاك جاك نشاط قمت أقوم صلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت بعد ما صلى الوتر صلى بعد الوتر ركعتين. الإمام النووي قال فعل ذلك لبيان الجواز. يجوز. طيب من الملاحظات أيضا في الصلوات الجهرية، لو زول مسبوق لما يقوم، في ناس بيقروا سر، بيقروا يعني بيجيبوا الركعات الفاتن دي بالسر. دي فعلا دي نضرب لنا مثال عشان نوضح النقطة دي. زول حضر الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء مع الإمام. الإمام وما ما سلم حيقوم يجيب ركعتين الفاتنة، مش كذي؟ أيوه. هنا الإمام مالك عنده قاعدة، القاعدة بتقول ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك، وما فاتك فهو أول صلاتك، تقضي الأغوال وتبني الأفعال. هذا نطبق القاعدة دي. الإمام أول ما سلم تقوم تجيب ركعتين بالفاتحة والسورة وجهر، ما تجلس بين الركعتين، تجيب ركعتين بالفاتحة والسورة وجهر وتقرأ تشهد وتسلم. ده ليه تقرأهن جهر؟ لأن دي ركعتينك الفاتنة. أيوه. الحصلتين دي لهن ركعتينك الأخيرات. تجيب الفاتنة بالفاتحة والسورة وجهر. ده الإمام مالك. أيوه. الإمام الشافعي عكس الإمام مالك. القاعدة بتقول حق الشافعي ما أدركته مع الإمام فهو أول صلاتك، وما فاتك فهو آخر صلاتك. الإمام أول ما سلم يقوم يجيب الركعتين ديل بالفاتحة بالفاتحة وسر ويقرأ التشهد يسلم. أخذت برأي الإمام مالك صح، أخذت الإمام الشافعي صح. سبحان الله. دي ذكرتني برضو سؤال كان جانا، إنه زول بالذات صلاة المغرب بيلخبطوها الناس. صلاة المغرب لو فاتتني ركعتين أعمل شنو؟ فاتنه ركعتين. ايوه حصل رقعة مع الامام. ايوه الاخيره. الامام اول ما سلم رقعة حصلتها دي، دعا الامام مالك قال دي رقعتك الاخيره، تقوم تجيب لك رقعة بالفاتحه والسوره وجهر وتبني الافعال، يعني تقعد على انت كل راس ركعتين تقعد تشهد، تقعد تعمل الفعل اللي هو التشهد. ايوه. وثاني تقوم تجيب الرقعه الثالثه بالفاتحه والسوره وجهر تقعد تشهد تسلم. يعني ما يجيب الركعتين مره واحده. لا لا. لان بتبني في الافعال. أيوة. يعني كل راس ركعتين تقعد تشهد. طيب ناخذ معنا علويه. الو مرحبا يا علويه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. انت طيب ان شاء الله. عايز اسال الشيخ، والله انا كنت بصوم قبل 4 سنوات منتظمه يعني. ايوه. ف عندي حاجات كان ما قضيتها في السنين قبل 4 سنوات دي، كان عندي حاجات كنت ايام بكون عيانة يا الدوله فيها. ايوه. يلا دي فاتت علي، قام جاني هسي عنده مشكله في الكلى، عنده ضمور ممنوعه من الصيام. ايوه. فبديت هسي ما بصوم، انا لي 4 سنوات هسي ما بصوم. ايوه. وعندي كان صيام قديم في حالة زي دي ما عارفة مش أيوة.
دي يلا السؤال الثاني. ايوه سؤال ثاني. يلا السؤال الثاني، انا ممكن اصلي فتوى بدل الصيام بصلي قروش المساكين، لكن مرات انا ما بكون عندي قروش. مش هنا لو ما عندك قروش جالس على الشيخ القروش اللي انا بطلعها بدل اليوم اللي بكون فطرت ده. ايوه لو ما عندك قروش الفديه. ايوه مرات بيكون ظروفي ما تعرف علي اطلع القروش. أيوة. وانا 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 فاطره عيانه جدا جدا. خلاص خلاص هسمع الشيخ ان شاء الله في الاجابه على هذه الاسئله او سؤالين. حقيقه قالت عندها هي سنوات كثيره يعني كانت عندها ايام ما قعدت تقضيها والان اصبحت مريضه عندها ضمور ممنوعه بامر الطبيب انها ما تصوم. يعني خلاص تطعم عن رمضان اللي فاتت اللي ما كانت قاعد تصوم عندي. يعني كده عدد كثير من النساء انه في رمضان يفطر 6 يوم 7 يوم بسبب العادة الشهرية. المفروض يقضن بعد العيد طوال، لكن يصهين أو ينسين أو ما بيهتمين بيها. هستهم إن شاء الله. تذكرت إن زمان الشباب ما كان قاعد تقضي الأيام اللي بتقيها في العادة الشهرية. وهسه تذكرتها، هل تقضيهم في الصيام ولا تسع ممنوعة من الصيام؟ قاعد تطعم. يبقى أنت بتطعم رمضان اللي قاعد تصوم ده لأن عندك عذر ما بتصوم. الأيام اللي فطرتها شوفيها عددها كم. جمعيها شوفي عددها كم وأطعمي لك مساكين بعدد هذه الأيام. أنا جمعت الأيام دي لقيتها مثلا 20 يوم 30 يوم تطعمي لك 30 مسكين. لقيتها 35 يوم تطعم 35 مسكين وهكذا. وربنا يقبل إن شاء الله. نعم. هي قالت كمان إنه لو هي ما قادرة يعني تطعيم او تدفع الفديه خلاص عفى الله عنك. اللي عليها صيام اللي عليه طعام استغفر بس. هي لكن الايام دي عليها فديه لو كانت فاطراهم بسبب عذر تعتبر فديه عليها؟ ما طبعا ما سامي. هي احترفت انها هي كانت الايام دي ما قاعد تقضي. ما مرضع ولا اي ما خلاص هي ما ذكرت لي. هي غالبا دي حقت العاده الشهريه غالبا. دي السؤال ده قاعد يجينا كثير. طيب دي بيجي فيها الفديه يجوز فيها الفديه؟ ما هي ما اجزت عن الصيام لكن ما هي البديل. ما هي نقول لها صوميه. قالت انا ممنوعه من الصيام قاعد تطعم رمضان بالعجز. يبقى في الحاله دي ما دام انت عجزت عن الصيام اطعميهم كمان معك. ان شاء الله يكون وضحت لك الصوره يا اختنا علويه. ونحن حقيقه الحاجات دي بيجينا كثير كثير جدا متشابهه وفعلا الصوره واضحه لك الان ان شاء الله. واتمنى انه ربنا يوفقك في اداء واجباتك. طيب شيخنا الواحد برضو بيسأل عن قراءة سورة الكافرون قلنا قبل في الرقيبة تقريبا صح يا شيخنا؟ هل يجوز يعني في كلام زي ده يعني ولا في ناس بيصلوا الحمد ركعتين بالحمد بس؟ هي عندنا المالكية قالوا صلاة النفل كلها يجوز بالفاتحة بس. ويجوز بالفاتحة والسورة، لكن المذهب الثاني قالوا من السنة أنك تقرأ الفاتحة والسورة. وثبت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رقيبة الفجر قرأ الفاتحة في الركعة الأولى الفاتحة وقول الكافرون، الركعة الثانية الفاتحة وقول والله أحد، في الركعتين بعد المغرب قرأ الركعة الأولى الفاتحة وقول الكافرون، الركعة الثانية الفاتحة وقول والله أحد. في ركعتين الطواف بالبيت برضه قال الركعة الأولى الفاتحة وقل الكافرون، الركعة الثانية الفاتحة وقل والله أحد. ده دلالة على عظمة السورتين دي. يا سلام. طيب فيما يتعلق بتحية المسجد، الناس بيلخبطوا بين مثلا أنا جيت قبل الإقامة أصلي تحية المسجد ولا أصلي الرقيبة لو أديت الرقيبة في البيت أعمل شيء؟ زمان ما صليت الرقيبة في البيت تصلي الرقيبة تغنيك عن تحية المسجد. يعني ما فيها مشكلة ما فيها مشكلة دي. لأنه في ناس بيصلوا في البيت تاني بيجوا المسجد بيعتبروا أنه دي صلاة الله. هو طبعا الرسول عليه عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وفي حديث ثاني صلاة الليل تنتهي بطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت صلاة الليل وصلاة الوتر. هي خلاص ثاني ما في وتر ما في رغبة ما في صلاة الليل. الفجر طلع. يبقى بعدك تصلي الرغيبة. نعم. طيب ناخذ معنا تلفون يبدو انه اخير. مهدي من الكوة. الو يا مهدي. السلام سيدي الشيخ. اهلا وسهلا تفضل. كيف الحال يا طيبين؟ الشيخ معك تفضل. رمضان كريم عليك وعلى الشيخ راي الدين. تفضل الله يفتح عليك. سؤالك. عندي سؤالين. ايوه. السؤال الاول اختلاف اللزانات. اختلاف.
الأذانات هاي صلاة المغرب عندنا جوامع مرة ده بازن قبل ده دقيقة وده بازن قبل ده يعني باختلافات. أيوه. هل نفطر بالمسجد حقنا ولا أي أجزاء؟ كويس. طيب السؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة للعيش مثلا دارب علي عيش مدة 6 شهور. العيش هسه أخذته ب 1100 مدة 6 شهور قال لي ب 1500 هل حلال ولا حرام؟ لا أنت اشتريت يعني ولا قدرت تشتري أداب؟ اشتريت عيش ب 1100 مثلا. كاش. اي وداير ابيعه مدة 6 شهور. ايوه بزيادة. ب 1700 هاي ب 1700 قروش مدة 6 شهور. ايوه. تستلم قروش بعد 6 شهور يعني؟ اي. ايوه كويس. كويس شكرا يا مهدي. قال اختلاف الاذانات في صلاة المغرب في الحلة في الحي الواحد. هو المفروض كل المؤذنين مكانتهم عظيمة. الأذان الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عبر طول العنق بالمكان المرموقة مكانتهم عظيمة عند الله، لكن بشرط أن يكونوا مخلصين اهتموا بالأذان ده، لأن اللي بتوقف الصائم توقف على أذانه، ما اهتموا به أذنوا قبل الوقت يؤسموا يتعاقبوا يوم القيامة، أخر الوقت كمان يتعاقبوا. لازم يكون حريصين أنه يشوفوا الساعة دي عنده ساعة يقارن بالساعات الموجودة، هل ساعتي دي مقدمة مؤخرة؟ تأكد ساعتي دي مضبوطة 100%. هل أذيتها في الأذان المغرب توضيت واستعديت على ساعة أول ما الأذان يكك طوال أذن ما تأخر ثانية ولا تقدم ثانية، أجرك عظيم عند الله. لكن دول ما بيهتموا بالموضوع، دعانا الساعة متأكد من الساعة ولا بيرجع السوق. وكمان الساعة دي لازم ترجع يوميا. كل يوم الوقت النهار بيطول، الساعة الفجر كل يوم ينقص ساعة، كل يوم يزيد دقيقة دقيقة دقيقة. انت لا تتابع الأذان الغروب، تتابع الأذان خاصة في رمضان، تكون حريص. أيوة. أي. طيب سؤال الثاني قال هو اشترى عيش تقريبا بسعر ب 1200 ولو دار يبيعه بعد 6 شهور بآجل بالآجل بالزيادة. أي يجوز. اشتروا ب 100 مليون هسه دار يبيع لزول ب 150 مليون لستة شهور يجوز. البيع بتاع البضاعة بأجل بالأقساط بالدين بالأقساط كله جاهز، بس المشكلة وين؟ مشكلتنا وين في الدولار ده؟ اللي هو لازم تقبضني قبضك، ما في بيش بيع الدولار بشيك ربا، لأن تديني شيك اديك دولارات الشيك ده من مشيت البنك اصرفه لي، معناته في نسيه هنا. أي لازم الدولار ده واليورو والدينار والريال السعودي تقبضني في المجلس اقبضك، ما في تأجيل. عندك دولارات جاهزه زول؟ اي السعر اتفقنا عليه كم؟ اي قبضني اقبضك. ايوه حاضر يعني حاضر. اي لكن البضاعه بتقبضني، اشتريت بضاعه سدد لك بعد شهرين بعد 6 شهور اديك شيك بسنه ما في مشكله. ان شاء الله تكون وضحت لك الصوره يا اخونا المهدي، وبالتوفيق لك ان شاء الله في تجارتك، ان شاء الله تكون تجاره رابحه وتصدق منها اهم شيء يا شيخنا المهدي. جزاك الله الف خير، وشكرا لشيخنا الجليل محمد احمد حسن على هذه الاجابات المفيده دائما في هذه الحلقات المتتاليه في هذا الشهر الفضيل. نشكركم مشاهدينا على المتابعه، دائما نذكركم بقول بعض الشعراء: خشعت له كل البرايا خيفه ومحبه برجائها المتضافي، فله الكمال من الصفات جميعها اكرم بذي الاسماء والاوصاف، كم صام في التحنان ريق قصائدي واليوم يفطر بعد طول جفافي، إن اعتكاف الشعر في ملكوته مثل اعتكاف الدر في الأصداف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.